السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر. تكلمنا في الفيديو قبل هذه حول أكذوبة الفتوحات الإسلامية، وتكلمنا في اللي قبل الفيديو الأخرى حول عدم إثبات تاريخي علمي على وجود محمد. وكما نقولوا ونعاود نقولوا، راهو ما يعنيش أن محمد ما توجدش، وإنما غير موثق تاريخيا. هذه مسألة واضحة. حبيت نقول زادة حاجة مهمة، راهو رغم اللي ما عناش أدلة تاريخية على ظهور الإسلام وكيف ظهر الإسلام، لأنه مرت قرون من التزوير، يعني جاءوا الأمويين وزوروا، جاءوا العباسيين وزوروا، وفي الأخر جاءت الخلافة العثمانية التركية وكملت زورت كل شيء، وردت الإسلام عبارة على سياسة فقط تقريبا، ولات عندها مطامع للغزو وللقتل وللسيطرة على العالم، ما يسمى بالفكر الإمبريالي اللي وصل في الآخر إلى سقوطها. هذه مسألة واضحة وبينة. ثم اللي اتصلوا بي قالوا لي علاش ما تكلمناش على عقم محمد، هل محمد كان عقيم؟ قلت لهم باهي، كما قلت لكم، يعني رغم اللي التاريخ العلمي الموثق لم يترك لنا أدلة على ظهور الإسلام، ورغم التزوير ورغم كل شيء، لكن ما لازمناش ننكره. زاد لي فما تاريخ منقول، وهذا التاريخ فيه الغث والسمين، ونعتبره القرآن هو مصدر، أقدم مصدر يخلينا نفهم الإسلام. ومن بعد نجي ولازمنا نقرأ التاريخ، ما نقراوش بالنسخة اللي حطوها لنا وقت غلقوا باب الاجتهاد، خاطرهم مش عملوا في فترة من فترات من التاريخ الإسلامي، خاصة في العهد العباسي، اكتشفوا اللي فما ياسر روايات، يعني كان النقل الغث والسمين. شنو معناها يعني ياسر روايات؟ يعني فما حقائق بالفعل وقعت ووصلت وهي تشوه الإسلام وضد الإسلام وضد محمد وضد الدين الإسلامي. مش عملوا هما؟ عملوا ما يسمى بعلم الفقه وعلم التنقيح، ولكن العلم الفقه وعلم التنقيح عملوه باش يبيضوا صورة الإسلام. ورغم هذا التبييض، يعني أنكروا أحاديث وأنكروا معناتها حاجات معناتها وقعت، أنكروها واعتبروها ضعيفة وما عندها حتى قيمة، ولكن رغم ذلك داخل المجموعة سواء في السنة الكتب نتاعهم الستة يعني الموثوق بها، ولا عند الشيعة، وقت تجي تبحث داخل المجموعة هذه تلقى حقائق، خاصة كي تفكر بمنطق بعيد عن التأثير الديني اللي يخليك ما تخممش ويخليك تصدق كل ما هو موجود في الكتب هذيك. فما بعض حقائق تلقاها هون في الكتاب هذا، من بعد تجي تقرأ كتاب آخر تلقى فيه جانب آخر من الحقيقة. الخاطر رغم معناتها محاولة التزوير، المستوى الوعي اللي عندنا توا يختلف على 1000 سنة. إذا اليوم باش نحكي على مسألة عقم محمد، هل محمد كان عقيم؟ وبالطبع احنا مانيش باش نحكيه معناتها خارج المصادر الإسلامية، لازمنا نحكيه داخل المصادر الإسلامية، خاطر ما عندناش مصادر أخرى، ما فما حتى وثيقة تحكي لنا على محمد معناتها بحد ذاته. كيفاش معناتها تحب نبحث موضوع كيما هكا معناتها مثلا عقم محمد معناتها خارج المجموعة الإسلامية؟ هما خارج المجموعة الإسلامية، يعني الفرس والبيزنطيين ما همش شايفينه جملة واحدة، وما همش كاتبين عليه ومش مستعرفين به، وما عندنا حتى وثيقة تاريخية. ولكن ما يسمى بالتاريخ المنقول فيه بعض الدلائل. نبدأ، أنا معناتها حددتهم في بعض النقاط، ومانيش طالب، يعني ديما نقول مانيش طالب باش الشخص اللي يسمع فيا يصدقني، لا، راني أنا كيفي كيفهم. صحيح أنا اطلعت على بعض الكتب، صحيح أنا اطلعت على ياسر حاجات، ولكن راكم انتوما تنجموا تاخذوا كلامي، أنا نحاول باش نكون معناتها دقيق
ونذكر كل الاختلافات، تنجموا تاخذوه وتنجموا ترجعوه وتنجموا تزيدوا تبحثوا فيه وتنجموا تعرفوا حاجات اخرى يمكن انا ما عرفتهاش. هذا شيء طبيعي وعادي. نبداو بالحادثه الاولى. انت قسمتم الى عده حوادث نقطه نقطه نقطه، وتبخموا مع مخاخكم وابحثوا شوفوا على مساله مولد محمد. احنا مش نحكيه معناتها على انه بقى في كرش امه 4 سنين، واللي ما كانش اسمه محمد كان اسمه قاثم، واللي هو ابن زنا، والقران بيدو الان بيدو. فهمت يعني؟ فما حاجات في القران تبين هذه الاشياء. فهمت؟ انا مانيش ندخل في هذه التفاصيل خاطر حكينا فيها في فيديوهات اخر، اما يمكن نعاودوا نرجعوا لها نقطه نقطه. اليوم باش نتكلم على عقم محمد قاثم ابن عبد الله، ولا ابن عبد الله شيمني فيه. وتراجع المصادر الاسلاميه السنيه او الشيعيه بصفه عامه، نلقاو فما ثلاثه روايات. يقول لك وقت تولد محمد، روايه تقول لك تولد مطهر، والروايه تقول لك طهر جبرائيل في قضيه شق البطن او شق الصدر. هم يسميوها شق الصدر، ولكن وقت تجي تقراها تلقى شق البطن، واللي تكلمت فيها في فيديو معناتها على تاريخ محمد. وروايه ثالثه تقول لك لا، عبد المطلب عمل له وليمه، فهمت؟ وحسب العادات العربية، فهمت انهم يطهروا الرجال هذه، معناتها ما شفتهاش انا عادات عربية، ما لقيتش حقيقة. بحثت في التاريخ الاسلامي، نعرف كان اليهود هما اللي يطهروا، واهل يمكن اهل المدينة واللي قراب من اليهود، اما ما شفناش معناتها انها العرب معناتها كانوا يعني يعملوا حفلة للطهارة، كانوا جاوا يعملوا حفلة لو تركت اثار. ما سمعناش احنا مثلا فلان مثلا طهروه وعملوا له حفله، ولا ابو بكر طهروه عملوا له حفله، وعمر طهروه عملوا له حفله. المهم مانيش في ندخل التفاصيل هذه. هذوما ثلاثه روايات. به فما اللي يقول لك انه تولد مطهر، كل الروايات اللي موجوده حول انه تولد مطهر ضعيفه او مشبوه فيها او ناقصه، مش علينا فيها. فهمت؟ لكن المشكله الروايات بتاع انه طهر جبريل وقتها فتح البطن او الصدر، فهمت؟ حتى هي ضعيفة. والرواية الثالثة اللي يقول لك طهروا عبد المطلب وعمل له حفلة، فهمت؟ وذبح له كل شيء وطهروا، حتى هي ضعيفة. إذا هوني علماء المسلمين معناتها يقول لك معناتها أقرب للعقل هي أنها طهروا عبد المطلب. علاش؟ رغم اللي المشهور أن محمد تولد مطهر. يعني تسأل أي مسلم يقول لك محمد تولد مطهر. علاش؟ خاطر الروايات الكثيرة كثيرة جدا، فبتتكلم على أن محمد ولد الطاهر. ولكن توا في الوقت الحاضر، حتى معناتها قبل كانوا يقولوا محمد ولد الطاهر، لكن توا في الوقت الحاضر نعرف احنا اللي الإنسان اللي تولد مطهر يعني عنده خلل. مع ثم قصة قبل محمد تقال، ما نعرفوش صحيحة ولا مش صحيحة، أن امرؤ القيس مشى عند ملك بيزنطة ملك الروم الشرقية، ودخل عليه الحمام، وكان هو عريان وشافه يعني، فهمت؟ عرف اللي هو، فهمت؟ مطهر يعني، معناتها تولد هكاكا، فهمت؟ يا اخي قال فيه بيت من الشعر، مش لازم نذكر، نسيتوا البيت بتاع الشعر. المهم يعني معناتها هجاه فيه، يا اخي الملك هذاك هداله هدية مسمومة، لبسها كيف لبس المسموم، وقت لبسها مات. هذه احد الروايات. ونعرف احنا توا في العلم انسان وقت يتولد مطهر يعني ناقص، يعني هنا مثلا ما عادش عقم، عقم وضعف جنسي. اذا هذه الروايه لازم ناخذها بعين الاعتبار. هذه الروايه الاولى، يعني رغم اللي هي المشهوره، اما تقول لي هي ضعيفه او معناتها مشبوه فيها، نقول لك كل الروايات ضعيفه. وهذا احتمال انه محمد بالفعل فهمت تولد مطهر. شو معناها مطهر؟ يعني ما عندوش كل الغلاف نتاع الذكر، فهمت؟ يعني ممكن معناتها مقصود بها هما يفهموها مطهر يعني ناقص، يعني الذكر نتاعو ينجم يكون عنده، ما ينجمش حتى فهمت يمارس الجنس اصلا، فهمت؟ ما يمارس الجنس اصلا. هذه حاجه.
موجودة في التاريخ الإسلامي ورجعوا لها والكتب وابن القيم وغيرها وغيرها وغيرها، ويذكروها في عدة مصادر أن محمد تولد مطهر، وأي مسلم تسأله توا تقول له محمد طهر يقول لك تولد مطهر. يعني هذه حاجة أصبحت مسلمة، وهي ماهيش فخر، فهمت؟ على خاطر إنسان تولد مطهر يعني إنسان تولد ناقص، ناقصته حاجة. المهم هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية مسألة شق البطن، أو ما يسمى وتترجع لكتب التاريخ تلقى العنوان شق الصدر، على خاطر على حسب القصة هو باش ينحيله حاجة من قلبه، فهمت؟ هو صغير عمره 5 سنين ولا 6 سنين باش ينحيله حاجة، يعني ينحيله الشيطان من قلبه، خاطر كانوا يعتقدوا قبل الشيطان والشر موجود في القلب. يعني هنا هذه مشكلة كبيرة، هذه قصة شق البطن أو شق الصدر، فهمتوما؟ أولوها على أساس إنه جبرائيل أو ملائكة جاءوا وشقوا صدر محمد ونحاوا له الشر أو الشيطان اللي في قلبه. يعني بالمفهوم هذا إن الإنسان 5 سنين يعني مولود بالشر، يعني هذا مش معقول. يعني هل محمد ولد بالشر في قلبه؟ يعني كل البشرية ولدت بالشر. إذا هذه فكرة معناتها الملائكة وهبط وكل شيء، هذه ما فما حتى أساس من الصحة، هي فكرة خيالية كما البراق، كما التنين، كما غيرها كما غيرها. خلينا نرجع للقصة كما هي، وذكرناها في فيديو سابق، فهمت؟ محمد كان يسرح مع بالغنم نتاع حليمة مع معناتها أخوته، منهم أخوه من الرضاعة، فهمت؟ أبو سفيان ابن الحارث، فهمت؟ كانوا معناتها يسرحوا بالغنم، وجاءوا زوز رجال، فهمت؟ وشدوه، معناتها حسب رواية معناتها الشخص اللي مشى بلغ حليمة، فهمت؟ أخوه من الرضاعة ولا أخوه من الرضاعة، قالها راهو شدوه وطرحوه على بطنه، فهمت؟ معناتها ضوجع، ضوجع كلمة، معناتها الكلمة في العربية ضوجع، يعني حتى معناتها في اللغة معناتها العربية، معناتها الرجل ضاجع امرأته، قال لك ضجعوه، وهما هربوا مشاو قالوا لها. وقتها جات حليمة هي ورجتها لقاوه معناتها يرعش، فهمت؟ والكل أحمر. عندما سألوه ترجع للحديث يقول لك شقوا بطني. شو معناها شقوا بطني؟ البطن، البطن فهمت فيها الأمعاء، فيها المعدة، فيها الماكلة. وهذه عبارة كانت تطلق، يعني هو ما يسمى بالنكاح، فهمت؟ النكاح معناتها يعني لا طبي، نجم نقول لا طبي، فهمت؟ هو صغير 5 سنين ما يفهمش، قال لها شقوا بطني، فهمت؟ شقوا بطني يعني دخلوا لي في بطني، فهمت؟ كما فما قصص هكاك بتاع مثلا يقول لك، فهمت؟ واحد وواحدة مشات للفقيه ولا حاجة، يقول لها معناتها باش ندخل نخرج لك حاجة من كرشك ولا حاجة، معناتها لعبة دي معروفة، يعني هو الظاهر عملية اغتصاب. هذه حادثة ثانية مهمة جدا، وتعرفوا اللي الانسان يتعرض لعمليه اغتصاب، يعني ليل صغير عمره 5 سنين تنجم تبقى فيه، وهذه تسبب له عجز جنسي مع هو، فهمت؟ مولود مطهر، حتى ما كان مش مولود مطهر، فهمت؟ ومورس فيه هذا الفعل يمكن يخليه يعجز جنسيا باش يقابل المراه ولا باش يعمل يمارس الجنس مع المراه. هذه النقطه الثانيه. نرجعوا نمشوا للمساله الثالثه، هي زواجه من خديجه اللي تكبروا ب 15 سنة يقولوا، ولا 20 سنة، كانت عمرها 40 ولا 15 سنة، وكانت معرسة قبله بزوز رجال، فهمت؟ وحسب الرواية الإسلامية جابت معناتها خديجة جابت منه القاسم وعبد الله وزينب ورقية وأم كلثوم وآخر واحدة فاطمة، يعني ستة. امرأة عمرها 40 سنة ولا 45 سنة عرست بواحد جابت منه ستة، هذا مش معقول. احنا كي نجي نشوف، خلينا توا بحكاية فهمت الاولاد، فهمت؟ خلينا الاولاد، القاسم وعبد الله قال لك ماتوا، ما نعرفش عليهم، تولدوا ما تولدوش، ماتوا، معناتها هذه مسألة واضحة. كي نرجع للمصادر الشيعية يقولوا اللي البنات بتاع محمد كلهم زينب ورقية وأم كلثوم ما همش من محمد، فاطمة واحدة هي من محمد، هذوك ما من مرته الاخرى. كي نشوفوا معناتها ماتوا في يعني في وهو مازال حي، يعني بناته كلهم ماتوا، باهي نقولوا القاسم وعبد الله مات وزينب ورقي كلهم ماتوا، بقات كان فاطمه
وفاطمه ماتت بعده بستة اشهر. مش علينا في التاويلات، باش نوريكم يعني كيفاش معناتها التزوير للتاريخ. فهمت؟ يعني هل معقول امراه عمرها 40 او 45 سنه تجيب منه سته صغار؟ فهمت؟ سته صغار. والمصيبه الزرقاء اللي فاطمه، الشيعه يقول لك احنا ما نعترفوش بالاخرين اولاد، ولاده من اولاد خديجه مش اولاده هو. فما زاد روايه شيعيه ما يقولوش هو من اولاده هو، يقولوا شو اسمها زينب ورقيه وام كلثوم هما فهمت اولاد اخت خديجه. اخت خديجه ماتت وخلت ثلاثه بنات. والعرب كانوا قبل عادي مثلا واحد خوه يموت ياخذ لاولاده ويتسموا كيف ولاده، والتبني كان اسئله عاديه قبل. فهمت؟ ما يعني تحسب يعني وكيف ولده. من بعد الاسلام جاء حرم التبني. فهمت؟ هذه معناتها الروايه الشيعيه تقول لك يا اما من فما روايه يعتبروها ضعيفه، فما روايه اصح عند الشيعه تقول لك اللي زينب ورقيه وام كلثوم هما اولاد اخت خديجه. مش علينا من المساله هذه، خلينا في فاطمه. فاطمه يقولوا اللي هي الشيعه يقولوا هي الوحيده بنت محمد. لكن وقت نجي نشوفوا نلقاو اللي فاطمه تولدت وقت كانت خديجه يعني وقت البعثه، يعني خديجه عمرها من بين 55 و 60 سنه. باهي يوم يجي يقول لك ان القرشيه تبقى تحيض الى 60 سنه وغيرها من الحكايات الفارغه، ولا يجيب لك هنا نرجع نشوفوا كيفاش معناتها التزوير، حتى ترجع للقران معناتها وقت يحكي على زكريا وعلى كيفاش معناتها زوجة إبراهيم فهمت شو اسمها هي مش هاجر، هاجر المصرية سارة كيفاش ولدت وهي كبيرة. فهمت؟ هذاك باش يوريك فهمت اللي هم يحبوا يخبيوا حاجة. واحنا تو نرجعوا في الحقيقة حكاية القرآن فيه ياسر حقائق، معناتها كل ما نقرأ القرآن نكتشف حقائق. فهمت؟ كل ما نقرأ القرآن، هذاك علاش باش نحاول بداية من العام القادم نولي نعمل زوز فيديوهات نرجع كما كنت قبل. اما ما تنساوش وزعوا الفيديوهات وكثروا اكثر شيء ممكن، خاطر على قد ما انتم تشجعوني وعلى قد ما القناه تكبر على قد انا يبدا عندي عزيمه باش نخدم اكثر. انا توا وقفت شويه على خاطر مساله معناتها تعرفوا القناه نتاعي ضاعت بعد خدمه نتاع عام كامل، ولكن نجم نعاودوا نرجعوها كما كانت وخير من اللي كانت. اذا مستحيل تكون فاطمه اللي تولدت وقت البعثه فهمت ولدتها معناتها خديجة فهمت عمرها 60 سنة. هنا ظاهر انها فاطمة كانت كبيرة، وانا نتصور فهمت علي تزوج بفاطمة وهي كبيرة. فهمت؟ وهي كبيرة يمكن اكبر منه، كما محمد تزوج بخديجة وهي اكبر منه 15 سنة. يمكن ان يكون علي هذاك علاش معناتها ماتت. هما يقولوا لك الشيعة ضربها عمر وقتها حل عليها الباب ودخلها المسمار في صدرها. هذه كلها معناتها هذا الكل معناتها الموت هذا ولده القاسم فهمت، والكلهم هذا عبد الله كلهم ماتوا هكاكا فهمت، وبناته الكل ماتوا هكاكا. هذا ظاهر ان هذوما البنات الكل والعائله هذه كانت قديمه. هذه معناتها النقطه الثانيه يعني نتاع الشك انه ولاده من خديجه اللي يسميهم ولاده ما همش ولاده. هذه المساله معناتها الثانيه الثالثه. المساله الرابعه وقت نجيو نشوفوا نلقاو محمد عرس بنساء من 6 سنين حتى 50 سنة. 11 امرأة به خاطر اللي معناتها تكلموا عليها منها جاب منهم اولاد هي خديجة ومريا، هذيك اللي تكلموا عليها مريا. خلينا في خديجة معناتها ما تجيش للمنطق انها امرأة فوق 45 سنة ولا 40 سنة تجيب فهمت 6 اولاد فهمت، وتجيب واحده وهي معناتها تجيب فاطمه اللي هي الاخرى زعما وهي عمرها 60 سنه، هذه معناتها كلها ما تدخلش في الموت. اذا وقت نجيو نشوفوا محمد عرس ب 11 امراه غير هذوما اللي جاب منهم الاولاد تسمى فيها. فهمت؟ يعني هل من المعقول معناتها من المعقول ان ال 11 امراه معناتها سوده عائشه حفصه زينب فهمت؟ فهمت ام سلمى زينب بنت جحش ام حبيب ميمونه جويره فهمت يعني هذوما الكل فهمت صفيه ريحانه هذوما 11 امراه لا وحده منهم حبلت والكلهم عرسين ومعناتها كفاهم اللي كان معرس معرس واللي مش معرس واللي كبير واللي صغير واللي الكل يعني هذا الكل ما جابش منهم حتى تطيحه صغيره
يعني مش معقول هذا، 11 نمرأة وحتى واحدة ما حب لها، هذوما يعني متحبلوش بكل. خلينا خديجة على شيء، هذه هي معناتها مسألة. المسألة الخامسة اللي معناتها تلفت الانتباه والسادسة هي محمد انه استبنى زيد ابن الحارث. تعرفوا قصته هذا، معناتها كي اللي سرقوه ومشاو باعوه في السوق، فهمت، وشريته خديجة وخديجة هدته لمحمد، ومن بعد اكتشفوا بوه شكون هو، عرفوه، فهمت شكون هو، من بعد محمد استبناه اللي كانوا يسميوه زيد ابن محمد. هل معقول ان الانسان يمشي يستبنى هو ينجم يجيب لولاده؟ يعني الرغبة في الاستبناء لا تكون الا عند انسان عاقل، فهمت؟ وهني باش نرجع المسألة، معناتها فما مسائل باش نرجع لهم، فهمت؟ يعني انسان يرغب باش يستبنى يعني انسان عاقل يحب يستبنى، فهمت؟ يعني هذه معناتها نقطة. حاجة أخرى السابعة، النقطة السابعة هي أن محمد كانوا ديما يعيطوا بالأبتر، ومعروفة القصص يعني الموجودة، فمن يقول لك معناتها حادثين في التاريخ، فهمت، يقول لك أنها الكعب بن الأشرف اللي قتلوا محمد وبعث له شكون يقتله بالغدر، فهمت، هذا اليهودي، فهمت، كان معناتها يعيط له الابتر وكذا، يا اخي نزلت انا اعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر ان شانئك هو الابتر. تجي نبحثوا على الكعب بن الاشرف، ما نلقاو عليه حتى شيء، لا نعرف معناتها من المفروض طور القران قال انه ابتر، يعني عنده يثبتوا ان كعب بن الاشرف كان ابتر، ما فماش ما يتكلموش، يتكلموا كان على مقتل كعب بن الاشرف وعلى الاشعار نتاعو اللي عملهم كيفاش كان يهجر الرسول وكان عدو الرسول وكل شيء. اما باش نجي يعطونا دليل تاريخي انه كان ما عندوش ولاد ما تكلموش، يعني تم اهمال، رغم اللي هذا الحديث على انه كعب ابن الاشرف هو يعتبر ضعيف، وانما الحديث اللي يعتبر اصح هو انه يحكيه في معناتها التاريخ الاسلامي، يحكي على العاص ابن وائل اللي قال لك جاء داخل المسجد الحرام يعني اللي هي مكة، فهمت، وتلاقاو له جماعة من قريش، فهمت، فنعت محمد بالأبتر. يا أخي قال لك نزلت هذه الآية يعني السورة إن أعطيناك الكوثر، هنا الشيعة يقول لك الكوثر مقصود بها فاطمة، وهذا مش معقول على خاطر هذه الآية نزلت في مكة، فهمت، على حسب نرجع للتواريخ يعني قبل ولادة فاطمة، يعني القول ان الكوثر مقصود بها فاطمه هي خرافه، فهمت، هذه خرافه ما عندهاش حتى اساس، احنا ديما نخدموا على المصادر الاسلاميه، وحتى كان نفترضوا حكايه فارغه خاطر فاطمه، فهمت، كما قلت لكم ما فما حتى دليل انها بنت محمد، فهمت، وعندما نشوفوا كيفاش كان يقبلها بين ثديها ويمصلها لسانها وكل شيء، هذا مش بتاع انسان يعامل في بنته، يعني هذا انسان يمكن يكون مريض نفسيا ولا حاجه يعني، ولا يعرفها اللي هي ماهيش بنته، فهمت، المهم شعلينا في الامور هذه. الشخص الثاني هو العاص بن وائل. صحيح ان العاص بن وائل، فهمت، معروف يعني هذا العاص بن وائل، صحيح اللي فهمت عنده ولده عمرو بن العاص، فهمت، تعرفوا القصة ان اجتمعوا قبل العرب، فهمتوا، وينكحوا واحدة صاحبة الرايات وكل شيء، ومن بعد هي تختار شكون بوها على حسب الغنى نتاعو ولا حسب مصلحتها. وعمرو بن العاص يعني معروف انه ابن زناء، وحتى انه يقولوا لي هو يشبه الابو سفيان واقرب لابو سفيان من عمرو بن العاص، ولكن معناتها وقتها زوروا التاريخ نساو اللي العاص بن وائل كان عنده ولد آخر اسمه هشام ابن العاص، وهذا مش من زانية، فهمت، يعني هذا ما هوش من زانية باش يقولوا اللي هو معناتها اللي معناتها باش يقولوا اللي هي معناتها هذا من معناتها من امرأة معناتها اسمها أم حرملة بنت هشام المخزومية، فهمت، أخت أبي جهل، وكان معرس بها وجاب منها، فهمت، هشام ابن العاص. اذا كيفاش رغم ان هذه الروايه اصح، كيفاش العاص بن وائل ابطر وهو عنده زوج اولاد؟ باهي قلنا الولد الاول نتاعو من الزنا، هاو الولد الاخر نتاعو مش من الزنا، فهمت، وهذا ما جابش ولاد،
إذا هذه حكاية ما عندها حتى أساس من الصحة، أن أعطيناك الكوثر عن الكوثر، عن التكاثر، والشيعة يردوها أهو كعائلة الرسول وكذا. فمش منها عائلة الرسول، فهمت؟ فمش منها هذا. فاطمة ما هيش بنت محمد، فهمت؟ بنت خديجة. وتجيو نقراو التاريخ، بنت خديجة لكن مش بنت محمد. هذه معناتها النقطة الثامنة. نمشي طول النقطة معناتها التاسعة، هي ماريا. ماريا القبطية، وقت حملت ماريا محمد دخل بعض، وقت ولدت هز الوليد يجري لعائشة، قال شبه لي هذا يا أخي. عائشة غزرت له، هذه ترجع للتاريخ، التاريخ السني هذا مش الشيعي، السني صحيح. قالت له لا ما يشبهلكش، فهمت يا أخي؟ هو شك، فهمت؟ وعيو تنرفز وكل شيء يعني، واتهمت بالزنا. يعني مسألة الاتهام بالزنا ليس لعائشة فقط، ماريا القبطية اللي هي معناتها أما، فهمت؟ اللي معناتها بجبانها يعني ماهيش مرته، فهمت؟ ما فما حتى عقد بيناتهم، ولا أما اتهمت انها، فهمت، رقدت مع واحد اخر. خاطر محمد يعرف روحه ما يجيبش، يعني مش معقول يعرف روحه ما يجيبش، هذاك علاش هو بيده اتهمها بالزنا. هنا مش الناس اتهموها بالزنا، هو وقت ولدت ماريا القبطية ابراهيم اتهمها بالزنا، واعطاها السيف العالي وقالها امشي اقتل فلان الفلاني. يا اخي مشى له لقاه بحد الماء، يا اخي طاح الازار نتاعو وشافه اللي هو ما نجمش يولد، يعني الذكر نتاعو ناقص. يعني هنا نفهموا اللي محمد هو اللي كان الذكر نتاعو ناقص في الحقيقه، ما نجمش عاجز. محمد ليس عاقر فقط، بل عاجز جنسيا على حسب المصادر الاسلاميه. ونرجعوا ندقوا في المصادر الاسلاميه، فهمت؟ معناتها واضحه، صحيح هما يقولوا معناتها اللي محمد عنده البنات وما عندوش الاولاد، يعني الابتر مقصود بها ليس له نسل من الاولاد، فهمت؟ لا، الابتر تنجم تكون، شنو هو الابتر؟ كلمه الابتر يعني انسان، فهمت، ناقص، انسان ابتر ساقه مقصوصه، حاجه معناتها مقصوصه. تنجم تكون انه ما يجيبش الاولاد، تنجم تكون انه ما يجيبش الاولاد والبنات، ما يجيبش جمله واحده ابتر. ينجم تكون ابتر انه غير قادر جنسيا جمله واحده، مش مساله ما يجيبش برك. يعني العربيه معناتها عندها ياسر معاني، والتاويلات هما الاعجازيين واللي يكذبوا على الناس وكل شيء يستعملوا العربيه من اجل يصححوا اخطاء العربيه، اخطاء الاسلام نقصد. يعني العربيه اي كلمه تنجم تعمل بها اللي تحب. يعني هذه النقطه التاسعه، فهمت؟ محمد شكوا في ماريا القبطيه خاطر يعرف روحه، وابراهيم من بعد وتمات، انا ما نتصورش مات، خاطر محمد متاكد اللي ابراهيم مش ولده، يا اما قتلوه هو يا اما قتلوه وحد اخرين، المهم يعرف اللي هو مش ولده. هذه معناتها نقطة مهمة. النقطة معناتها الأخيرة معناتها نذكرها بصفة عامة، أن في الجاهلية قبل كانت معناتها نرجع لخديجة، كانت فما ياسر أنواع متاع زواج. فما زواج الولد أو الاستبضاع، يعني الراجل فهمت كي ما معناتها يبعث المرأة متاعو عند واحد آخر حتى لين تحبل، وقت تتاكد من الحبل تعاود ترجع له، سواء كان عاقر ولا مش عاقر، فهمت؟ العرب قبل كانت وقتها معناتها العبيد نتاعها تردها اولادها، يعني ما كانت عندهم مشكله. وقت نجيو احنا نشوفوا تحريم التبني، تحريم معناتها التحريمات اللي موجوده في الاسلام، يعني ترجع لعقده محمد النفسيه، فهمت؟ ابن زنا، عاجز جنسيا، عاقر ما يجيب حتى شيء، فهمت؟ يعني شوف هذوما الثلاثة حاجات هذوما برك، فهمت؟ ثلاثة حاجات هذو برك يخليه، فهمت؟ وفوق هذاك الكل تم اغتصاب وهو صغير، تخليه يحرم الزنا ويحرم كذا ويحرم الليواط ويحرم، خاطر هو عايش العقدة هذه. هذاك علاش ديما نقول لازم يعني ناخذ التاريخ الإسلامي وناخذوا شخصية محمد نجبدوها من التاريخ الإسلامي، وناخذوا كل الروايات الضعيفة وغير الضعيفة، خطر الضعيفة تم تضعيفها في وقت من أجل تحسين صورة محمد. ودراسة هذه الشخصية صحيح ما هيش معناتها تاريخية ثابتة، ولكن تاريخية منقولة على ضوء علم النفس، خطر بالفعل
أنا بالنسبة لي شخصية محمد اللي هي في الحقيقة مرض 1500 مليون مسلم. عندما نقول مرض مرض، وخاصة من يفهم العربية، اللي ما يتكلموش العربية وما يعرفوش القرآن وما قراوش كل شيء تلقاهم معناتها خير خير بياسر. أما اللي يعرفوا العربية ويفهموا العربية ويترباو على حب هذه الشخصية المرضية يطلعوا معقدين. هذاك علاش هما وقت تجي تحكي معاهم معناتها ما يقبلوش، يمكن يسب أمه يسب بوه الولد البوي يطرد ولده كي تمس شخصية محمد. العقدة يعني هذه العقدة عند المسلمين متاع محمد، يعني محمد أكثر قداسة معناتها من الله، يعني يسب الله يستتاب، وفهم بينما الذي يسب محمد يقتل يقتل. وهذه المسألة تم تكوينها في فترة من فترات التاريخ الإسلامي، وأعطاها يعني محمد صحيح معناتها يمكن كان موجود كشخص وكان معقد وكان في حاجات وكل شيء، فهمت؟ وديما تلقاهم رؤساء العصابات والإجراميين ونجموا احنا اللي يقتلوا وكل شيء، تلقاهم ورؤساء الحروب والقراصنة تلقاهم يعني عندهم نقص، نقص جنسي ولا نقص نفسي ولا تعذبوا ولا، فهمت؟ هو معناتها القرآن بيده وتقول فهمت ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى، فهمت؟ يعني يتيم واحد ملوح، يعني ابن زينام ما عنده حد شيء، ما يعرفوش اصله ما يعرفوش فصله. يعني محمد كان معناتها يعني، وتجي انت تو مثلا معناتها نرجع للتاريخ، معناتها واحد يجي يقول محمد ابطر، فهمت؟ يعني والعباد يعني عادي، فهمت؟ ومعناتها هذه مش مساله بسيطه. وفما زاد قضيه معناتها شو اسمه، هذه مساله مهمه نسيتها باش نذكرها، هي ابو سفيان، مش ابو سفيان، اي ابو سفيان هو ابن عم محمد، ابو سفيان ابن عم محمد، فهمت؟ ابو سفيان ابن عم محمد يعني اللي معناتها واخوه من الرضاعه اللي رضعته حليمه، فهمت؟ اللي رضعته حليمه ابو سفيان ابن الحارث، فهمت؟ ابو سفيان ابن الحارث وهو ما تحضر على مساله الاغتصاب بتاع محمد، من بعد وقتها محمد قوى وجاب باش يفتح المدينه، جاب باش يفتح مكه، محمد اهدر دمه رغم اللي هو معناتها ماهوش معناتها من الصناديد، صحيح هو هجر الرسول وكذا 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 وكذا، لكن محمد اهدر دمه ومشاله هو، فهمت؟ وحب يقابله وقتها قبل ما يدخل المكة باش يطلب منه السماح زعما باش ما يقتلوش، قبل ما يشوفوه اي مسلم، خاطر اي مسلم لو يشوفه يقتله. حب يقابل محمد مباشرة مشى متخبي، فهمت؟ ووقتها احد نساء الرسول، فهمت؟ محمد رسول رسول الاسلام، فهمت؟ دخلت عليه قالت له راه ابن عمك في الباب، قال هاتك عرضي، يعني كلمة هاتك العرض يعني ترجع للعربية، هاتك العرض يا اما فهمت قذف في الشخص ولا في العائلة او في من عندك السلطة عليه، فهمت؟ يعني ابو سفيان بن الحارث اكيد كان يعرف حكاية الاغتصاب تاع محمد، وهذاك علاش معناتها محمد طلب قتله، هاتك عرضي، ولكن من بعد تصالح معاه على اساس زعما هذيك الامور ينساوها ويبداو حياه جديده، فهمت؟ يعني ما عادش رغم اللي كان صاحبه كل شيء، فهمت؟ اذا هذه الدلائل الكل، ولو حتى ما تخليناش نشكوا 100%، تخلينا نشكوا 90% في عقده محمد. محمد ليس ابن زنا، ومش مشكله راه الانسان يكون ابن زنا، اما المشكله كي تبدا ابن زنا وتحب تروح ترد روحك شريف وابوك فاضل، فهمت؟ يعني مجهول الاب، فهمت؟ وامه معناتها معروفه، فهمت؟ وفوق هذاك الكل معناتها تولد في كعاها على محمد، وفوق هذاك الكل تم اغتصابك وانت صغير، وفوق هذاك الكل تجي تقول اللي انت عندك اولاد ومعرس ب 20,000 امراه، فهمت؟ من بعد تجي تعطي صوره اخرى غير الصوره الحقيقيه. الانسان لازم يكون كما هو. هذاك علاش انا على حسب رايي محمد، فهمت؟ كشخصيه تاريخيه منقوله
مش ثابتة تاريخيا، كان إنسان عنده عقدة جنسية كبيرة، فهمت؟ هي اللي جعلته، فهمت، ينقم ويبث الحقد بتاعه الكل في الأحكام والشريعة الإسلامية اللي انتم توا تقولوا انكم تفتخروا انكم مسلمين. تعرفوش ولا تقول انا افتخر؟ وقت واحد مسلم يقول انا افتخر انا مسلم، يعني يعترف انه يفتخر، انه لا يفكر وان يتبع اللي قاله محمد، هذه الشخصية المعقدة الغامضة المجهولة. نظن الفكرة واضحة، ويمكن نعرفش نهار الاربعاء نعمل فيديو ولا نهار الخميس. المهم نقول لكم كل عام وانتم حيين بخير، وما تنساوش باش تنشروا الفيديوهات اكثر شيء ممكن، فهمتوا، باش تعرفوا بالقناه، راهو هذاك يشجعني، يشجعني انا نعمل اللي عليا، انتم اعملوا اللي عليكم، وحاولوا باش تنشروا الفيديوهات اكثر شيء ممكن. ونقول لكم كل عام وانتم حيين بخير، والى العام المقبل باذن العقل. بالسلامه.